السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم بتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الصرخ في المنام بأنه فضل من كل شجرة ونبل من رجل ينسب إلى جوهر الشجرة، فمن رأى الصمغ في شجرة المشمشة في الحلم فإنه ينال تعبا من رجل منافق. أما رؤية الصمغ في شجرة الكرز في المنام تدل على نيل رزق من رجل نافع، فيما الصمغ العربي في المنام دليل على الخير والصلاح والعلم النافع، ومن رأى أنه يأخذ الصمغ العربي في الحلم فهذا يدل على الحصول على المنافع من الآخرين. فيما رؤية الصمغ الأصفر في المنام فتدل على القوة والثبات، ورؤية الصمغ الأصفر السائل في الحلم تدل على تيسير الأمور المعسرة، وعندما ترى معجون الصمغ الأصفر في المنام فهذا يدل على التغييرات للأفضل، وتشير رؤية الصمغ الأصفر على الأصابع في المنام إلى التعاضد بين الأبناء. فيما رؤية الغراء الشفاف في المنام تدل على المعين والمساعدة، فرؤية وضع الغراء الشفاف على الخشب في الحلم تدل على كشف النفاق والرياء. أكل الصمغ في المنام يدل على الشفاء من سقم بإذن الله، ومن رأى أنه يأكل صمغ الشجرة في الحلم فهذا يدل على انتفاعه من رجل آخر، فيما الصمغ في اليد في المنام يدل على الكسب المبارك، ومن رأى الصمغ اللاصق على يده اليمنى في الحلم فهذا يدل على أفعاله الحسنة التي ينال منها الثناء. فيما رؤية الصمغ في الأذن في المنام تدل على الأعراض من سماع الحق، ومن رأى أنه يستخرج صمغ من أذنه في الحلم فهذا يدل على وقوع ترياق من السموم في يده. فيما الصمغ في الفم في المنام يدل على العمر طويل، ومن رأى الصمغ يخرج من فمه في الحلم فهذا يدل على قوله كلاما فيه خير. أما رؤية الصمغ في المنام للرجل فيدل على نبله وصفاته الحسنة، فإذا رأى الرجل الصمغ العربي في الحلم فهذا يدل على الخير والصلاح. أما رؤية الصمغ في المنام للعزباء فيدل على الخير والسعادة، وإذا رأت الفتاة العزباء الصمغ في يدها في الحلم فهذا يدل على نيلها ما تسعى إليه. فيما رؤية الصمغ في المنام للمتزوجة فيدل على الزوج الصالح، وإذا رأت المرأة المتزوجة الصمغ في أصابعها في الحلم فهذا يدل على ترابط أفراد عائلتها. أما رؤية الصمغ في المنام للحامل فيدل على الراحة والهناء، أما رؤية الصمغ في المنام للمطلقة فيدل على الرزق بالمال قريب إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله.